السلام عليكم. الإطار التنسيقي يعلن استلام أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب من العزم. المرشح الوحيد هو محمود المشهداني، أما تحالف القيادة فهم سالم العيساوي وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان، ما يعني أن الكرة الآن في ملعب الإطار صاحب الكلمة الفصل، فلا يسمح لأي مرشح سني لمنصب رئيس البرلمان إلا أن يكون توافق عليه بحسب الأعراف من داخل المكون السني، ثم المرور إلى الكتل الأخرى والوصول إلى الحد المطلوب من أصوات الفوز. المعلومات تقول أنه الإطار وضع عدد من الشروط والمعايير لاختيار المرشح لرئاسة البرلمان هذه المرة. أولها أن لا يكون لديه مشروع طائفي أو أجندة خارجية، وليس آخرها أن لا يكون ظلا للحلبوسي أو يتلقى الأوامر منه. سياسيون تحدثوا عن أن بعض المرشحين عن كتلة التقدم هم من الذين وقعوا على أوراق بيضاء لرئيس تقدم أيام الانتخابات، يعني مثلهم مثل ليث الدليمي. وبين من يؤيد الإجماع السني على شخصية أو الاختيار بحسب التحالفات السابقة، ينقسم الإطار نفسه إلى قسمين، فهل سيكون رئيس البرلمان القادم من تقدم أم من حلفاء الإطار القدامى، وكيف سيكون الموقف الكردي من اختيار رئيس جديد للبرلمان؟ جديد ارحب بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي الشيخ حيدر اللامي القيادي في دولة القانون، والشيخ عيسى العداي رئيس مؤسسة التقدم للدراسات والبحوث، وسينضم لي الشيخ ضار الدليمي الناطق باسم الحراك الشعبي للإصلاح من أربيل. حياكم الله الشيخ حيدر، حياك الله الشيخ عيسى، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. الإطار استلموا الأسماء مو؟ إن شاء الله. زين، هسه القصة يم الإطار، وضعوا بعض الشروط، أنا بعض الشروط ذكرتها بالمقدمة، وأكو شروط أخرى خالينها. أول اللي واضعين لهذه الشروط هو السيد المالكي، تعرفون الشروط الواضحين له لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى ضيفك السلام الشيخ المحترم، وعلى الذي سوف ينضم إلينا، وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. أولاً أحيي غزة الصمود، غزة البطولة، وأترحم على جميع الشهداء الذين سقطوا على تلك الأرض التي هي عبارة عن قوة وصمود ورهبة إلى أعداء الله الصهاينة اليهود، وأرجو من الله العلي القدير أن يشافي جميع الجرحى. واقعاً قضية الاختيار رئيس البرلمان، هناك نظرة قد تكون سلبية، أكثر السياسيين ينظرون إليها من هذا الباب على أنه شأن سني، لكن هو شأن عراقي، معني به جميع العراقيين سواء كانوا سياسيين أو غير سياسيين، كون أنه هذا المنصب هو رئيس للسلطة التشريعية اللي تعتبر أعلى سلطة في العراق، لذلك هذا أمر معني به الجميع، سنة وشيعة وكردا وتركمان والجميع معنيين فيه. فهون أنه التمثيل الحقيقي للعراق يكون من خلال هذا المنصب الذي رأينا من خلال السنوات التي مرت كم له تأثير على المشهد السياسي، والذي ينعكس على الواقع العراقي في كثير من الأمور، منها الأمنية والاقتصادية. فليعلم الجميع أنه هذا المنصب هو منصب يهم جميع العراقيين، لذلك الإطار متمسك تمسك كبير بأن يكون الاختيار دقيق ويكون الاختيار موفق في هذه المرحلة، كون هي مرحلة صعبة ومفصلية، والتي يعني فيها يعني الخطأ مرفوض. لذلك التجديد على أن يكون الاختيار سليم، ويكون الاختيار فيه شروط وشرائط يجب أن تنفذ. شلون؟ يعني يجب أن تكون هذه الشخصية، منها ذكرتها ومنها لم يعني قد تكون لم تذكرها، ومنها هناك القيادات في الإطار وعلى رأسهم السيد المالكي، يشترط أمور معينة في أن يكون الذي يجلس على هذا الكرسي يكون مؤهل، يكون
أولا وبالذات أن يرى المصلحة للشعب العراقي في تنظيم أمور البرلمان. البرلمان هاي فضفاضة عامة، انطيني غيرها. لا يعني قصدي من هذا الأمر أنه يجب أن نلتمس حقيقة أنه هذا المكان يجب أن يعاد هيبته. نحن رأينا في الأيام السابقة أنه اتهم رئيس البرلمان الأسبق بتهم صعب أن يتهم بها شخصية رفيعة المستوى بهذا المنصب الرفيع. يعني انتهت هيبة البرلمان بسبب لا بسبب شوف البرلمان بما هو برلمان ليس من الممكن الإطاحة به، أو يعني مرت عليه كثير من الظروف الصعبة والمستصعبة التي قد كثير من الناس تصوروا أنه لا برلمان بعد اليوم. شو سمعت البرلمان الحلبوسي بهذه التصرفات؟ أكيد طبعا، يعني هذا الشيء لا يختلف عليه اثنين. زين. إنه هناك يعني أصبح سب على رئيس البرلمان هو بالذات، يعني شوه ما موجود على هذا المنصب وهذا الكرسي. لذلك اختيارنا يجب أن يكون دقيق، واشترطنا هذه الشروط من أجل أن يكون رئيس البرلمان رئيسا فعلي لهذا المكان. زي. أن لا يكون تحت ظل جهة معينة أو شخصية معينة. يجب أن يكون هي نفسها ظل من؟ ظل السيد الحلبوسي. يعني ما تريدون ظل الحلبوسي؟ لا، احنا لا نريد. احنا شوف اكو فرق بين الشخصية وبين ان يكون ظل تحت ظل الرئيس. زين. الاسبق الرئيس الاسبق السابق قصدك؟ اي نعم. نعم. الرئيس السابق الحلبوسي، السيد الحلبوسي، لا نريد ان يكون هناك شخص تحت ظله. زين. نريد ان يكون شخص لديه القدره والاهليه والقابليه والمقدره على قياده البرلمان في المرحله القادمه. فهذه الشروط من حقنا وواجب علينا ان نضعها، واجب علينا ان نضع شروط، يعني قيود كبيره على من يكون في هذا المنصب رفيع المستوى. تمام شيخ عيسى، هاي الشروط ما نريد واحد يشوه يريد واحد يرجع سمعه البرلمان اللي شوها الحلبوسي، يريدون واحد ما يكون ظل الحلبوسي من جديد، ويريدون واحد قوي يستحق هذا المكان اللي مكان رئيس البرلمان. تحياتي لحضرتك والشيخ وأخي دكتور ضاري. يعني الحقيقة احنا جروح العراقيين يوميا تتعمق، ونحن الذين نساهم في هذه الجروح القيادات السياسية. زين. هي التي تسبب كل هذه المواقف. أولا تفضل الشيخ قال يعني أصبحت معيبة بالبرلمان قضية الحلبوسي. أولا الحلبوسي لم تثبت عليه التهمة من خلال لكون الحلبوسي لم يترافع عليه في المحاكم التحقيق والمحاكم المختصة في كشف موضوع التزوير من عدمه. وإذا أكو آليات بالقضاء معروفة أن يذهب إلى المحاكم المختصة، محاكم التحقيق، محاكم الجناية، الجنح، وهي التي يعني تصدر قرار في التزوير. هذه واحدة. أما إذا اتجهنا إذا كل من يتهم بقضية هو يصبح في موقف المدان أمام الشعب ويصبح شيخ بس اسمح لي فدوة. لا خليني أكمل. لا بس اسمح لي سوى يا المتهمة المحكمة الاتحادية، هاي أعلى سلطة قضائية بالبلد. الشيخ يقول قابل اتهامات بوسائل الإعلام مثلاً. لو مثلاً الشيخ يقول إدانة، هاي إدانة. أكو فرق بين الاتهام والإدانة. الشيخ يقول هذه التهمة أصبحت معيبة على رئيس البرلمان. كم مسؤول في الدولة العراقية وجهت لهم تهم كبيرة ولا واحد وجهت للمحكمة الاتحادية قرار؟ يا أخي قرار سموه أمام رأي عام، يعني شلون بالله هسه؟ يعني ما نقول لك قرار المحكمة الاتحادية مو الوارحة قرار المحكمة الاتحادية. أنا أحترم قرار المحكمة الاتحادية وأنا اطلعت لأني اختصاص قانون،
واطلعت واتصلت بكثير وشاهدت الكثير من الخبراء الذين ناقشوا هذا الموضوع. هو القرار ملزم، والمحكمة الاتحادية هي آخر جدار للعراقيين يحتمون به عند الخصام. زين، يعني أنا سمعت رئيس المحكمة والعراقيين جميعا سمعوا أنه استند على المادة 93 من الدستور. المادة 93 ما بيها أي إشارة إلى أي برلماني، أي برلماني ما من حق المحكمة الاتحادية أن تخصيه إلا وفق أن يعني سلسلة أن تمر وفق المادة 52 يعني سحب العضوية من البرلمان. هذا القانون وهذا الدستور. يعني لا ندخل في هذا التفصيل، بقدر ما أنا أعلم جيدا وحضرتك في عدة قنوات وأنا حاضر في عدة قنوات ولقاءات، الحلبوسي لم يزاح بهذه التهم. الحلبوسي قرار إزاحته بعد تشكيل الحكومة بشهر. يعني أنت تشكك بالقضاء؟ لا، ما هذه قضية سياسية ما لها علاقة بالقضاء. لا شلون؟ لا، القرار إزاحة القضاء. لا لا، قرار إزاحة الحلبوسي سياسي. إيه؟ عدة لقاءات ومع حضرتك وفي قنوات كثيرة الأجواء كانت تهيئ لإزاحة الحلبوسي، ونحن نعلم الأسباب. لا، أكو خطوط حمراء، لا يجوز، خلي أحكي اليوم بصراحة شديدة، نحن نعلم أن القرار من الشركاء في الوطن متخذ، لا يجوز أن تتصدر شخصية من المحافظات الغربية ويصبح لها جمهور ويصبح قوي، ومرينا بهذه التجارب من 2006 إلى الآن. يعني كل القيادات اللي ظهرت من هذه المحافظات أقصيت إما بالقانون وإما بالتهديد وإما بسياق سياسي وإما بسياق قوة. الحلبوسي حتى يهدد ما هدد الحلبوسي حتى يهددهم يعني هد؟ لا، منين القوة؟ لا، الحلبوسي صاحب أكبر كتلة برلمانية لحزب واحد، أكو أكبر حزب وليس تكتل. لا، 43 نائب في البرلمان لتقدم، وهو الكتلة الثانية بعد الكتلة الصدرية، وبعد التحالف مع الأخوة في السيادة ومن الآخرين أصبح العدد. أنا بخدمتك، لكن أنا أذكرك وأذكر المشاهدين ونفسي أن السيد الحلبوسي، نحن في حتى في البناء أول من انتخب لأن يكون في عام 18 رئيسا للبرلمان، وعندما بعد أن انحل التحالف الثلاثي جدد له الإطار أن يكون رئيسا للبرلمان. هذه هناك التهمتين الآن أنت تتكلم بهم فضيلتك، تتكلم بتهمتين. الأولى أن هناك مخطط من قبلنا للإطاحة بالحلبوسي، وهذا أمر صعب مستصعب أن تقوله. ليش؟ الأمر الآخر ليش؟ نحن صراع سياسي. العفو، لو كان صراع سياسي ما تريدون شخصية، بس ما تريدون شخصية، هو ما قال لك إياها بطريقة، يقول لك ما تريدون شخصية سنية تصير قوية. قبل كم يوم نحن جددنا له. أنت تتخيلون الشيء؟ لا، عفوا، الحلبوسي قوي، الحلبوسي قوي عليكم، مشكلة كبيرة يعني. أستاذ علي، أستاذ محمد، أستاذ محمد، السيد الحلبوسي إن كان قويا فهو في نفعنا ونفع العراق. إذا كان رئيسا للبرلمان العراقي شخصية قوية سنية متمكنة قادرة على إدارة برلمانا قوي قادر على تحدي الصعوبات، فنحن نرحب بهكذا شخصية. نحن لا نريد أن نطيح بشخصيات، وهذا ليس ديدا الشخصيات التي موجودة لا في البيت الشيعي ولا حتى في البيت الكردي. يقول لك القضية السياسية، هذا موضوع سياسي. أنا أقول إذا كان هذا الأمر سياسي، فلماذا جددنا له بعد انتهاء التحالف الثلاثي؟ انتخبنا السيد الحلبوسي رئيسا للبرلمان بالإطار، الإطار من انتخب السيد الحلبوسي عقب نهاية
التحالف الثلاثي. زين ليش هسه اكتشفتون ان الحلبوسي مزور؟ نحن لم نكتشف متفق مع الامريكان. عفوا استاذ محمد، اول شيء وكذا وما ليش ما قلت اول شيء السيد الحلبوسي كان هناك خلاف بينه وبين احد النواب الذين كان يعملون معه، وقدم للمحكمه الاتحاديه، والمحكمه الاتحاديه التي الان يشكك في قضيتها وفي في 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 هذه الامر، وانها مسيسه من قبل السياسيين بالضغط عليها من اجل الاطاحه بالسيد الحلبوسي. هذا امر صعب مستصعب، وهو كقانوني، انا ايضا قانوني، انا خريج قانون ايضا، هذا امر يعني فيه كثير من الكلام. لا هو قال لك اول واحد متهم الحلبوسي بالتزوير، شو تهم السياسيين؟ اولا لم نقل هناك تزوير، قلنا ان هناك تلاعب بالاوراق، هناك تلاعب، وهذه القضية المحكمة الاتحادية قالت نعم التلاعب بالأوراق ثابت للمحكمة الاتحادية. هو طبعا ليس تزوير. أنا أسألك سؤال، يعني حتى بالمحكمة الاتحادية هو ما قالوا تزوير، أكو تلاعب بالأوراق. نعم هذا اللي هو التلاعب. لا 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 هاي واحد وهاي نعم تزوير واحد وهذه واحد. نحن أنا دقيق بكلامي، أنا دقيق بكلامي. ثانيا المحكمة الاتحادية نفسها التي عندما قلنا زورت الانتخابات وحصل ما حصل بها، ووقف مريدون أمام الخضراء عندما حكمت المحكمة الاتحادية بأن الانتخابات لم تزور والأمور طبيعية، قلنا لمحبينا ومريدينا الذي كان جزءا منا فليذهب إلى البيت، الأمر أنه كلمة المحكمة الاتحادية سيف مسلط على رقابنا. لا فهل شيخنا إذا فهل من الممكن يعني أن نقول أن المحكمة الاتحادية ترى التصور اللي عندهم هو الموضوع سياسي، تصور مو تصديق، تصور. لا الرؤية اللي عندهم لأن الموضوع مو موضوع محكمة وليت الدليمي وراح قدم ورقته والأخ موقعة على ورقة بيضة وكذا، ولا هاي قصة الشق الورقة وحغير التاريخ، لا قضية انه انتم مبيتين لهذا الموضوع تعدى خطوط الأخ. هذه شوف هذا من أراد أن يرمي يرمي الـ 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 يعني ما حصل منه على الآخرين بهذه الطريقة. الأمر ثابت ومثبت من قبل المحكمة الاتحادية. ألم يكن التوقيت سياسي؟ لا التوقيت علي ليش قبل الانتخابات بشهر القضية اليوم كثير القضية. من التقدم يقولون أنه هذا التوقيت الذي حصل من المحكمة الاتحادية هو في صالح تقدم. تحول في صالح. لا عفوا بس اسمح اليوم لي. اليوم بس اسمح لي استاذ، ترى هذا موضوع الاقصاء، موضوع الاقصاء انا لا يوجد مو ظاهر وياك في قناه، بس اسمح لي الفاظ ماكو اقصاء، ماكو اقصاء، من يقصي من؟ لماذا تقصي المحكمه الاتحاديه ومن السيد الحلبوسي قبل استاذ قبل ان يصدر قرار المحكمه الاتحاديه صار أكثر من 9 أشهر الحملة الإعلامية في قنوات كثيرة وجهات سياسية ضد الحلبوسي، دعموا الضد النوعي في داخل المحافظة وفشل الضد النوعي في إسقاط الحلبوسي في المحافظة، كثير من الإجراءات عملوا بها لكن لم تتحقق النتائج، فعليه الحلبوسي. عفوا هاي شيعيه سنيه كرديه؟ لا شيعيه اقصدها. لا لا هو اريد اسمع شيعيه سنيه كرديه. الحمله الاعلاميه شيعيه. اي انا شيعية. انا شخصيا حاضر في قنوات، ويتذكر استاذ محمد في عده قنوات لا اريد ان اسميها، الحمله كانت كبيره جدا في حين ولا نائب في البرلمان صرح قال نحن يعني نسعى لإزاحة الحلبوسي، لكن الضخ الإعلامي اللي استمر أشهر طويلة قبل قرار المحكمة ضد الحلبوسي استقبله، وكل المعارضين اللي يعني أرادوا أن يصنعوا منهم معارضين في المناطق الغربية لمشروع الحلبوسي استقبلوهم كل القيادات وتحركوا عليهم، لكن المجتمع
المجتمع الأنباري لا كانت قضايا فساد تثار وتم بها الحبوسي وجماعته. احنا الشر احنا قضايا كبيرة استاذ محمد. احنا شلون نريد نوجه الإعلام؟ احنا نوجهه بالطريقة اللي كل القنوات مسيسة الآن، كل القنوات مسيسة وكل قناة تحمل أجندة يستهدفون أحد. اسمح لي يعني احنا دخلت بساحتي لا اوقف لي انت هسه مو بهذا البرنامج؟ نعم. مو قاعد تحكي براحتك؟ نعم. اكو واحد ضغط عليك بشيء؟ لا بينك ما بينه هسه مو بس اسمح لي. اكو توجه عام. لا بس اسمح لي خليني اكمل. توجه العام خليني اكمل. هسه شوف اكو فد يوم استضافنا واحد من جماعه الحلبوسي، ما استضفنا واحد من الـ من الـ من المعارضين اليه. اكو فد يوم استضفنا المعارض، ما استضفنا واحد من جماعه الحلبوسي حتى يرد عليه. هذه قضيه يعني لازم التسخين الاعلامي مطلوب، يعني كيفيه ايصال الفكره مطلوبه. يعني انت واحد مزور وما نقول عليه مزور بس اسمع الاستاذ واحد متفق لا قبل هذا قبل هذا ما نقول عليه. انا دا اتحدث عن تسعه اشهر او سنه بعد شهر من التصويت على تنصيب الحلبوسي رئيسا للبرلمان، التصويت الثاني بعد ما تشكل تحالف إدارة الدولة. زين يعني هسه بدأ مشروع اسقاط الحلبوسي. اخي العزيز احنا اعتدنا، يعني مو هو الحلبوسي قال غريب قرار غريب. انا بالنسبة لي كسياسي ما اقول غريب، بالعكس متوقع، وهذا حصل لقيادات سابقة من رافع العيساوي الى الهاشمي الى صالح المطلق الى أسامة النجيفي الى كل الشخصيات اللي ظهرت من هذه المناطق، استهدفوا اما سياسيا او قانونيا او بالتهديد، واقصوا عن الحياة السياسية. يعني 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 احنا ما نتذكر الجيل الاول من السياسيين، يعني اسمح لي راح اقول السياسيين السنة، الجيل الاول كله استهدف. زين من استهدفهم؟ هسه معروف من استهدف. لا من استهدف قول فلان. الـ 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 الاخوة الشيعة السياسيين الشيعة السياسيين الشيعة. من الشيعة؟ انا افرق بين السياسيين الشيعة وبين الشعب ما له علاقه بالشعب. الشعب علاقه ما له بالضبط ما له علاقه. منو من السياسيين الشيعة؟ يعني انا متوقع انا شخصيا منو من من السياسيين الشيعة في كل فتره يا كتله هو يا الائتلاف حسب التسميات كان الائتلاف الوطني وبعد كذا، يعني كل التوجه العام. اخي هسه احنا لدينا قناعه، هسه تريد تقتنعون بها؟ احنا لدينا قناعه يجب ألا يكون قائد سني بارز، ألا يكون حزب سني قوي، ألا تكون شخصيات سنية. عامة سنية قوية. هذا أمر مفروغ منه، أينما يصل إلى حد سيستهدف ويقصى. هو وصل رئيس وهذا التجربة وهي المصيبة. وين المصيبة؟ أنه هسه الموضوع هذا تمام، خلي الشيخ هذا رد عليك بيه، أنا ما أعرفه، بس انا المصيبه انه هذا رئيس برلمان، يعني واصل الى مرحله صالح المطلق نائب رئيس وزراء وأسامة النجيفي تمام. بس خليني اكمل الجمله يا اخي، كمل وخليني اردك انا اعوذ بالله. خليني اكمل الجمله. رئيس برلمان ورايح للنائب واحد من نوابه، وقع على ورقه بيضاء، عمي والله العظيم والقران والملائكه يا الحلبوسي، وقع ليث على ورقه بيضاء، وقع غيره على ورقه بيضاء مثل ما وقعوهم، وراح يزور له ورقه بيضاء. وين هالقياده؟ كل هو كتل. هذا قائد هذا السني؟ اي قائد. هذا قائدك؟ قائدك مزور؟ النائب الذي لا ينضبط ينضبط في اجراء هو آخر. هذا مو قانوني. اسمح لي، كل الكتل السياسيه تضبط نوابها. تمام اما تضبط خلي حول هاي القصه، قصتك القديمه هاي مال دول الجماعه صدق وين راحوا؟ يعني كل ما يصير واحد من شخصيات السنيه يتنفس يطلع للواجهه، هسه الحلبوسي مزور لقفوه مزور من غير التهم الباقي والمدري شنو. هسه خليك من الحلبوسي، والله العظيم الحلبوسي لا يوصل للباقيين ذولاك، ذولاك كانوا صقور كانوا مؤثرين، وصلوا حد قلت لهم تروحون، لا تخلون واحد من المكون السني
يوصل الى مرحله قائد، ولا تخلون شخصيه اجتماعيه ولا شو تسميها هاي، ولا واحد من عندهم ما قلت له روح الله وياك، بقانون تطلعون ارهابي، تمنعون عليه طريق، سدون عليه الشارع، غير ذني. يعني الان فضيله الشيخ المحترم يدفعني الى ان اتكلم بامور قد تكون ليس التي قدمنا من اجلها. أيه. يعني عندما نريد ان نتكلم عن واقع سياسي ونحن ابناء السياسه، الاخوه في المكون السني في نظري البسيط القاصر انه ليس لديهم فكر سياسي واتجاه سياسي معين. ليس لديهم فكر وتوجه سياسي معين. زين. يعني الان عندما تنظر الى القوى الشيعيه والقوى الكرديه تجد ان هناك متانة في الموضوع، يعني لو انه اي طرف من الاطراف الشيعيه من الاحزاب الشيعيه الموجوده في قبل النظام وبعد النظام، كرديه كانت او شيعيه، تجد لها اثر وجذور في العمل السياسي والتنظيمي. فتجد مثل السيد البرزاني عندما كان عمره 16 عام هو حامل للبندقية جماعة الحزب الإسلامي. بس خل أكمل. لا بس خل أكمل شيخ، أنا جماعة الحزب الإسلامي ما عندهم تاريخ سياسي. لا ما أسمح لك، أنا أقول لك ليش. أنا أقول لك ما اسمح لي، لأن أنا أسألك، أنا الرجال يسألك على قضية. خل استثني. لا بس اسمح لي، والقرآن اللي الكلام اللي قاله اتهام خطير. إيه؟ انه انتم تقتصوا لكم مكون كامل، ممثلين عن مكون كامل. نعم. وانت تقول له ما عندك متانة. نعم. اصبر اي لو لا اصبر، سويتوها ولا ما سويتوها يا شيخ؟ ما يصير ناخذ الكلام بعلاته. مو هذه حقائق. اي قلنا اي لو لا حقائق. نعم. شيخنا هذه اول شيء. اول شيء انا اقول لك، اعبر لك عن رايي. اول شيء ان الاخوه السنه ليس لديهم جذور سياسيه ممتده بالبيت السني، بالشارع السني. يعني مثلا سيد الحلبوسي قدم للعمليه السياسيه في عام 14. انا مشترك بانتخابات عام 2009 وانا حديث العهد، يعبر عني بالسياسه. هاي شنو علاقه؟ اسمح لي، يعني هناك قيادات مصنوعه، قيادات مصنوعه وليست قيادات حقيقيه. زين. وهذه القيادات المصنوعه مصيرها السقوط. لذلك البيت الشيعي من يجب ان نتكلم بنزاهه، خلينا نقول بشفافيه. البيت الشيعي يريد ان يتكلم مع قياده سنيه حقيقيه. لا تسمحون لاي قياده سنيه. انت تكلمت انا ما ابدا ما جاوبتك. لا تسمح، ما جاوبتك. خلينا نتكلم باريحيه. تفضل. اي نتكلم انه البيت الشيعي يريد ان تكون هناك قياده سنيه قويه مثل ما موجوده في كردستان. يعني هنا عندما تكون مشكلات نذهب الى ابو البيت الفلاني. فلذلك لا يوجد اب للبيت السني كسياسي. وهذه كل ما يطلع واحد يتبع. لا، ما التصرفات والاعمال التي لا تنم عن وجود فكر سياسي عالي، بإدخال التعامل الخارجي، بالذهاب إلى بلدان معينة وإدخالها، وصعود شخصيات وهبوط شخصيات بسرعة، هذا أدى إلى أن لا تكون هناك قوة للبيت السني في المشهد السياسي. يعني ما حد يستهدفهم؟ لماذا نستهدفهم؟ لا دقيقة، شركاء. لا عفوا. لا بس خليك كمل. ما أعطيتني مجال. لماذا نستهدف البيت السني؟ نحن نريد أن يكون هناك بيت سني قوي متراس، نريد أن تكون شخصية عراقية ليس لديها تعامل خارجي، مشروعها وطني عراقي. ما عندكم بالشيعة واحد يتعامل خارجي؟ ما عندكم مشاريع خارجية عند الشيعة مثلا؟ هذا مو شأننا. الكرد ما عندهم مشاريع خارجية. مو شأننا. احنا ما نريد أن يكون على رأس القيادة لديه هذا العمل. نحن لا أنا لا أبرئ الجميع ولا أتهم الجميع. زين. هناك نعم هناك لديه تعاملات، هناك لديه تعاملات، هناك من لديه وجودات، هناك من وجد من قبل الخارج، هذا لا خلاف عليه. لكن أنا أقول أنه يجب أن يكون في رأس الهرم شخصية حتى لو كانت لديها علاقات خارجية يجب أن تقطعها من أجل أن يكون في رأس الهرم. من تحالف؟ بس سؤال أرجوك. عندي ضيف. والله عندي ضيف. يعني لازم أطير وقت كله. لا بس ما يخالف. من تحالف مع الأمريكان والغرب وجاء معهم بالاحتلال العراق؟
السنة زين. الأحزاب السنية لا، كانت قيادات من أول من جلب الأمريكان إلى العراق صدام والذين كانوا معه قيادات السنة. صدام هو جو سقط من عام 1988 بس سؤال تاريخ آخر عباس بالبعث هو من هذا هو في ضوء هذا الموضوع في القيادات يقول لا يمتلكون مشروعا وحديثين على السياسة زين. على سبيل المثال محمد جديد صالح المطلق عمره 14 سنة ويعمل سياسة زين وقاد مشروع سياسي وطني لا طائفي قيادة شيعة وسنة وأعلن هذا الموضوع هذا مثال هذا مثال زين. اسمح لي مثال فقط. لوجود قيادات لكن لا يسمح لها. الآن محمد الحلبوسي لديه مشروع وطني احنا اي سني يتهم بالعمالة بالخيانة باسرائيل بالامارات زين اذا هي هاي المواصفات هاي المواصفات هاي المواصفات هذا مو صحيح لا بسمح لي بس هذا مو صحيح لا تخششني بس خليني اكمل يعني مشروع الوطني راح يتعاقد ويا يهود بارات يا اخي هو هذا المشروع الوطني يا اخي مشروع يا هناك احزاب هناك هو هناك احزاب تقاد من مو اشخاص تمام شيخ ضاري حياك الله تقاد من جهات خارجية شيخ ضاري الدليمي حياك الله تأخرت علينا شيخ ضاري حياك الله استاذ حياك الله كل الهلا بيك احنا اليوم نتحدث عن بديل الحلبوسي هل يمكن ان يكون من حزب تقدم هل يكون ظل الحلبوسي مرة ثانية الاخوان دخلوا في سجال انه الشخصيات السيد الحلبوسي لم يكن يعني فقط اتهام اصلا ما عنده ما ثابت عليه جريمه لحد هذه اللحظه الشيخ عيسى تحيه لك طبعا حياك الله احنا ما بيدنا نحدد وين الخلل في هذا القرار يعني اذا اعترض المحكمه الاتحاديه في هذه القصه لازم نحتفظ على قصص اخرى فيها قرارات مصيرية كتير المحكمة الاتحادية الدستورية هي تراقب الدستور وتطبق القرارات الدستورية وهي من تفسرها يعني إذا فعلنا بهذا القرار وذاك تقدر تكون في حالة مربكة وراح نربك المحكمة لكن نقول يعني الموضوع ربما يعني فيه أبعاد سياسية لكن هو يعني صدر قرار بحث وكان تشخيص الخلل الذي حصل هو في معايير السلوك انه النائب ما يصير يتهم لا سمح الله بالتزوير او يتهم بتحريف الاشياء عن مواضعها فهذا المحكمه ذهبت الى هذا التفسير وانما هي لم تطعن بالمباشر وكذا لكن هنا اعتبرت يخالف معايير السلوك النواب ورجال الدوله صوت أنا صوتك مو كلش واضح عدي بس الآن هل يمكن ترشيح شخص يعني أكو اعتراض من الإطار على ترشيح أي شخص تابع للحلبوسي والله أعتقد الإطار يعني حسب ما استطلعنا من بعض المعلومات وبعض التقارير الأصدقاء أنه الإطار كان في البداية ذاهب مع السيد محمود مثلاً إلى تأييد في هذا الجانب وعندما رشح مثنى مع بن حزم ومحمود بن حزم صار إشكالية الأخوان في تيار القيادة صوت مو واضح يا شباب ما جاي تسمعني أستاذ لا هو أنا أسمعك بس صوتك مو واضح أنا قلت لهم الشباب يا أمي الإنترنت مش وضعه طيب زين الان هل من المقبول لكم ما ادري هسه انا بصراحه شيخ ضاري انا محتاريت والقران احتاريت انا اليوم القى صديق الحلبوسي ثاني يوم القى عدو الحلبوسي باكر حتى اريد اوازن البرنامج اذا اسوي نوع من الحياديه ما قاعد اقدر اوصل والله العظيم تعبت زي خلصنا من الحلبوسي تطلع لنا قضيه ثانيه حتى نعوفه والله احنا بالقصة يعني قادر خلاص يعني لا نظل يعني الماضي أتعبنا إنه نبش بالماضي فلان وهذا لو
الحياة ما تتوقف على شخص ولا على السياسة. يعني الحياة السياسية دائما المفروض بتجدد. يعني اليوم احنا اذا الاخ الحلبوسي نجح في تجربة سياسية بالانبار او افاد شيء في العملية السياسية بالعراق نخلي غيره عم يكمل، عم يجي يشوف. يعني نختبر ناسنا، نختبر الكفاءات اللي عندنا، نختبر السياسيين اللي عندنا. فيعني خلي نبدل وجوه. يعني خلي السيد الحلبوسي شنو الضير اذا لو انتج له 4-5 ويا قياديين وممكن ان يستمرون بهذه المسيره. زين انتم تقبلون بشخص انتم تقبلون بشخص يكون تابع للحلبوسي؟ والله نقبل اذا كان بصراحه المنظومه اللي نشأت عندنا بالانبار خصوصا اللي كان بها اخطاء كثيره، لان جابت ناس لا هم رجال مناصب ولا هم رجال دوله، وناس طارئين حشوا على الموضوع ما لهم علاقه بهذا الموضوع، متشرعين انتهازيين. هو جابهم بس يعني المنظومه اوجدت لهم غطاء وتمكنوا من المال وصادين وفيهم ناس يعني والله يعني من المعيب انه يطرح حتى اسمهم على الاعلام وعلى الواحد يعطيهم وزن يعني لا يتناول شخصهم. منو اللي مكنهم؟ شيخ ضاري منو اللي مكنهم؟ بنفس الوقت ابو استاذ محمد يعني ما نقول احنا المشروع ما بيه حول سلم وناس محترمين وناس اشتغلت، يعني اكو حسنات كثيره بمقابل احنا كان نقول الخطا ياكل الصح قبل يعني اكو عندنا اخطاء كبيره اكلت الاشياء الطيبه من الموضوع بصراحه. واحنا دعينا دائما انه الاخوان في حزب تقدم وقياداته يابا عالجوا الخلل هذا. انا من الناس تكلمت مع كثير من الاخوان الاعزاء يابا فلان ريحته طلعت من فوق هذا في لجن يعني عليها ملفات وعليها ملاحظات وعليها قضايا شبهات فساد، بدلوا هذا جيبوا هذا. اهتم المحترمين كان الناس تجي تحكي بيكم، الناس تريد المحترم يكون في المكان المناسب، هو يقدم خدمه للناس وتراجع المؤسسه تاخذ حقك كنت ضعيف اما وراك احد. بس يعني هاي ترى مو بس هاي المشكله مو بس عند بس عند التقدم هاي كل الاحزاب بيها فساد. فوق لا تكيف، فوق راجعينك لا تكيف، على كيفك ويانا، على كيفك على كيفك، لا ترى لا تكيف لا ترى راجعينك. حبيبي حبيبي شيخ ضاري حبيبي دكتور، هذا الموضوع مو بس عند حزب تقدم ويجيبون النطيحه والمترديه، هذا كل الاحزاب اصلا الله وكيلك من مؤهلات الاشخاص اللي بهاي الاحزاب لازم يكون نطيحه ومترديه، ومن مؤهلات الاشخاص اللي يجيبونهم يحطونهم مناصب لازم يكون غبي، لازم يكون اثول لهالدرجه، تدري؟ هوايه من عندهم يعني انا مو الكل وانما هوايه من عند لازم اثول وغبي حتى يصير مطيع. الحاليه النموذجيه خصوصا وانا شفت محترمه مثل ابو علي وغيره، وابو علي يعني يا خايضين من مار السياسه ومستغلين السوء وكنا يعني الخطا مو غريب علينا دائما نلقطه وهو يعني، لكن المعالجه هنا تصير صعبه لانه القصه فيها مآرب اخرى للاسف. فانا ما اتمثل والله الكيان السياسي الفلاني بيخطا وبيناس حروب وجوازم وفاسدين وكلام عالي، لا اصير نموذج ومثال للاخرين يتكلموا بيه. وصارت بتجربه الاعمار اكو محافظات بصراحه حشد التقدم وقالوا قدم تجربه رائده بالانبار وعمر، وهذا يحسب لهم، لكنه اكو اخطاء كبيره تفاقمت ما يقبلون بالراي الاخر. المشكله القياده اقصد الرئيسيه الاخ الحلبوسي ما قبلوا الراي اللي يعدل من وضعهم، انا ما رايد شيء، الناس ما رايد شيء، فقط عدم السلوكيات تمام وانسوا بطريقه واضح والنتيجه كانت طبقا لما وصل. واضح. النتائج كانت يعني نتيجه حتميه انه تمام 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 تمام. الان هسه المرشحين الثلاثه من تقدم يعني من القياده، واحد من العزم. نعم. محمود المشهداني من العزم وثلاثه من تقدم. الثلاثه يراد منهم اختيار واحد صحيح؟ من دول الثلاث اشخاص.
أيهما أكثر مقبولية ذول الأربعة؟ الشرط لاختيار رئيس برلمان أن يكون سني الهوية إطاري الهوى. أيا من الأربعة ينطبق عليه هذا الشرط سيصبح رئيسا للبرلمان. زين، يعني هذا إطاري الهوى شلون يعني؟ شلون إطاري الهوى؟ يعني ضمن البرنامج اللي يضع الإطار في إدارة الدولة. بس بالتالي يعني احنا يعني هم تحالف إدارة الدولة؟ لا، إذا سمحت لي. يعني هو بناء الدولة يفترض مؤسساتي، التشكيل الحكومة وفق اتفاق سياسي بين المكونات إدارة الدولة، وضعت تفاهمات ووقعت أوراق وشروط بين المتحالفين، وضعت شروط الورقة السنية والورقة الكردية وتم التوقيع عليها. إلى الآن إلى هذا اليوم لم يتحقق ولا مطلب لمطالب المكون السني، وهي شرعية شرعا وقانونا يجب أن تطبق. يعني شنو الضير؟ شنو الضير أن مغيبين تقول الدولة ذولا مصير المغيبين؟ خلاص بس يريد مصير. السيد القائد، بعد السيد القائد ما ضغط عليهم، اسمح لي، ما سواه شيء، اسمح لي. هو هذا أحد أسباب الحركة اللي كانت عليه من 9 أشهر. قانون العفو العام للكردي والشيعي والسني ولكل العراقيين، مو قانون هو بس الإرهابي. ولا واحد ولا سياسي ولا سياسي أطلب ولا سياسي طلب القيادات السنية ولا سياسي طلب بإخراج المجرمين. المجرمين هم دماءنا في أعناقهم. ماكو، أنا الآن أطالب موقع أكبر شخصية موجودة سنية يقول يظهر هذه الطلبات وموقع عليها الإطار بالإعلام. موقع عليها الإطار؟ لا، خلي يظهرها، خلي يظهرها، هم كاتبين. لا موجودة، لا مو كاتبيها، ضمن البرنامج الحكومي. هسه تمام ضمن البرنامج الحكومي. أنت مو تقول 25 فقرة، 25 فقرة للكرد والسنة، موقع عليها الإطار وقابل بها الإطار. نعم أظهرها. شنو أظهرها؟ هسه أجيبك. أنا أسألك أظهرها. أنا أظهرها موجودة، الجميع يعلم بها. أولا الجميع يعلم بها أولا والجميع ناقشها. أستاذ ألم تسمع وحضرتك إعلامي؟ سمعت عن الاتفاق. ألم تسمع ألم تسمع هناك اتفاق لتعديل قانون العفو؟ أستاذ أنت قانون لإعادة ألم تسمع لإعادة النازحين؟ ألم تسمع أستاذ أنت قانوني، هل يجوز مخالفة القانون والدستور من قبل السياسيين بالاتفاقات السياسية؟ هذا أنا أسألك سؤال. أنا أسألك قانون، هل يسمح القانون؟ ما يسمح القانون. القانون لا يسمح بإخراج الإرهابيين وبالعفو العام أبد. الإرهابيين ما يسمح القانون. محط طالب بالإرهابيين ما يسمح هذا. محط طالب بالإرهابيين. أنا أقول لا يسمح القانون. لا احنا ما نسمح، احنا ما نسمح بالعفو العام. لا يسمح، ماكو عفو عام، ما يسمح. أكو ناس مظلومين انتزعت منهم أكو قضايا اعترافات. أكو بس اسمح لي، أكو تحقيق. هسه احنا رحنا إلى مكان آخر حتى نتكلم بنفس الورقة. أكو ورقة والحلبوسي لين كان يضغط عليكم، واحدة من الأسباب. نعم السياسية إيش اسمه؟ والعكس صحيح، الحلبوسي كان لا يطالب بهذه الأمور. ما يطالبين. اسمح لي. نعم كان بيش يطالب. اسمح لي الحلبوسي استغل منصبه لذاته لشخصه. هذه نقطة راس سطر ومنها يعني شلون؟ خلنا نتكلم بما باختيار رئيس البرلمان، لأن هناك نقاط، هناك أعضاء برلمان مظلومين. ألا يوجد في البرلمان كرد؟ ألا يوجد في البرلمان المستقلين؟ كم عددهم؟ كم عدد المطلوب حتى يستطيع أن يختاروا من يريدون؟ 166. زين اليوم تعصبوها برأس الإطار والإطار الهوى. لماذا إطاري الهوى؟ لازم لماذا إطاري الهوى؟ إذا اسمح لي، إذا كان هناك موجود مستقلين والأخوة الكرد، ممكن أن أنتم تتفقون معهم لتأتوا بشخص بعيد عن هواء الإطار. لا، لن يمر.
أنت أول 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 سني يشعر بهذه المؤامرة. كل عملكم السياسي برهنت والأخطاء التي وقع بها كلها سوقعت بها برهنتها على عصبتها برأس المكون الشيعي وقلت هناك مؤامرة كبرى هو يحكم وهذا هو يحكم العراق لا أبد هو يحكم المكونات الأخرى لا أبد أبد هذه 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 العملية السياسية عملية شراكة شراكة وصلية بين الجميع وكل من حسب لا مشاركة مشاركة وليس الشراكة لا شراكة شراكة وطنية في هل لدينا شراكة في القرار الأمني؟ نعم وين نعم موجودين وين عندنا لديكم شراكة؟ وكلاء وين في جهاز في الأمن الوطني هذا وكيل في الأمن الوطني العيساوي مو وكيل بالأمن الوطني ليش مكون ورئيس أساسي رئيس الأمن الوطني مكون عربي في العراق لماذا لا يستلم أحد شخصياته جهازا أمنيا ما ممكن الأجهزة الأمنية أستاذ وزير الدفاع لا يمتلك صلاحية وهذا ما أعرف هاي المؤامرة كلش كبير تعايشها طبعا أنا أقول لك اسمحني أنا عايش من يوم 9/4 إلى الآن ممكن أن يكون على رأس جهاز أمني شخصية متحزبة شخصية متحزبة وأنت قلت إنه الشيعة أتت مع الاحتلال وهذا خطأ جسيم سيد باقر الحكيم أعلى الله مقامه في الآخرة كما أعلاها في الدنيا وأنا أقول راجع السيد البرزاني وإلي قال لي في جلسة خاصة للسيد البرزاني وقال لي كل اللي أتحدث معك هو ملك لك من حقك أن تظهره قال رفض الشيعة أن ينزلوا مع الأمريكان وذهبت من لندن إلى الجمهورية الإسلامية وجلست مع أكبر الشخصيات من أجل إقناع الشيعة إلى اسمح لي من وقع على الاحتلال في مؤتمر لندن اسمح لي اسمح لي ومؤتمر شقراوي اسمح لي خلي أكمل من اسمح لي هذا تاريخ اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي التاريخ اللي عشته غير البصرة سقطت وصلاح الدين بيجوهم قبل يصفقونه اسمح لي اسمح لي احنا معايشين ورفض رفض السيد باقر الحكيم أعلى الله مقامه في الآخرة كما أعلاها في الدنيا رفض إن إلا أن يدخل لا يدخلون الأمريكان اسمع التاريخ لا يدخل الأمريكان راجلا فقط بالطائرات ونحن كفيلون بإسقاط صدام لذلك الشيعة لم يدخلوا مع الأمريكان كما يروج إعلاميا لقنوات البعث هذا الوضع يقول لك الرجال ما عنده تمثيل سياسي وزير التخطيط أمنية هذه نظرية نظرية المؤامرة ويعصبوها برأس الآخرين لا يجوز أخطاءكم أن تعصبوها برأس الآخرين والمفروض ليش السني مو عراقي من هم السني مو عراقي يستلم مسؤوليه ولا على العلمي احكي انا احكي على 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 البوذي غير احكي عن السني علي من اخي العزيز بس اسمع السنه ملح العراق خلاص خلاص شيخنا شيخنا السنه ملح ملح العراق ولا احد يهمشهم وليس من حق احد وهذا الذي انت تدعيه هذا الذي تدعيه على المحكمة الاتحادية وعلى القوى السياسية هو كلام بعيد كل البعد عن الواقع لإهام الشارع بالأخطاء التي وقع بها السيد الحلبوسي أخطاء كبرى لا تعصبها برأس المحكمة الاتحادية ولا برأس المكون الشيعي المحكمة الاتحادية مقدسة ومقدرة وقرارات نافذة على الجميع انت مرة تقول اتهموا طارق الهاشمي وقراراتها لا بس اسمعني اذا قالت الحلبوسي مدور لا واذا قالت عندك طارق الهاشمي طارق الهاشمي واذا قالت هذا طارق الهاشمي مجرم اجرم بحق الشعب العراقي وحكمت عليه المحكمة الاتحادية زين رافع الأيساوي محكمة اتحادية أنا رافع الأيساوي قرارات محكمة اتحادية رافع الأيساوي محكمة اتحادية اللي يقصي 10 سنوات المحكمة عن الاتحادية يعود شيخنا محكمة الاتحادية تأجن نمشي به على رؤوسنا طبعا ليس من حق أحد أن يتهمها وليس من حق أحد أن يقول عنها هذا الكلام هذا الكلام دكتور رافع الأيساوي ألم يصدر عليه حكم غيابي نعم وعندما عاد 10 سنوات ما عاد إلا باتفاق سياسي. لا لا. عاد باتفاق سياسي. مو هيك. أنت تتهم المحكمة واتهامات خطيرة. مو على المحكمة. خطيرة. خطيرة. يا أخي هو مو بالمحكمة الاتحادية. لا. رافع مو على المحكمة. لا. أعرف أعرف أنا أنا أقول. لا أعرف أنا أقول. 10 سنوات. عندما تقول إن المحكمة الاتحادية غير دقيقة بقضية الحلبوسي فهذا اتهام خطير. مو رأي هذا. لا رأيك. رأي الخبراء. لا. من الخبراء؟ رأي الخبراء. من الخبراء؟ من هم الخبراء؟
اي خبراء يتهمون المحكمه لا التحليل. متهم لا اتهام هو تحليل للقرار اتهام تحليل للقرار المادة 93 المادة 93 لا يوجد فيها شيء يشير الى انت قانوني استبدال الى استبدال يا اخي يا سادة انت قانوني دعشي لك بالدستور ايه؟ المادة 93 ايه سبع مواد ليس ايه؟ ليس ايه؟ فيها ايه؟ ما ينص على عزل اي نائب مو بس رئيس اقعد انا وياك هسه اقعد انا وياك هسه بعد اللقاء واطلع لك كيف انه فيها 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 ما فيها من 93 اخي هي الماده بيها فيها خامسه 93 خامسه شكرا شيخ تقول تنظر المحكمه الاتحاديه بالشكاوي ضد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والوزراء لم يتطرق الى الى والله خطيه انت مهمش طبعا اي والله العظيم وهسه اللي راح يصير بس يطلع من الخط هاي النغمه هواي حاسبه بس يطلع من الخط يعزل بس هاي النغمه الخطره ترى قاعد تحكي بيها يعني هاي سمعناها هوايه مال قادمون يا بغداد لا لا قادمون ولا تشبهها تشبهها لا مو تشبه والله لا تهميش لا احنا سياسيين وقادمون يا بغداد اتجاه اخر لا نؤمن به ولا نريد ان نسمع وبعدين تقعدون تقعدون تتقاسمون بيناتكم والله وكيلك لا لها علاقه بالسنه ولا لها علاقه بالشيعة هاي القصص هاي القصص ترى لها علاقه بالجماعه بيناتهم هسه كانوا الصقور يحجون ايه؟ يكاونون قالوا ذولا مشاكسين اسامه ايه؟ النجيفي وصالح المطلق ورافع ايه؟ هسه جاء هذا الجيل جيل الشباب الجيل الثاني اللي ايضا باتفاق مع الاخوه رادوا يزيحون الجيل الاول واتفقوا على ان يكون سليم الجبوري رئيسا للبرلمان وازاحه اسامه النجيفي عبرنا على الوقت لانه اسامه النجيفي يعتبرون من الصقور والله احنا زحنا سليم الجبوري انتم سقطتوا بالانتخابات من رئيس برلمان الى ما صعد بالدوره الانتخابيه هم الشيعة لا لأن ما خليته يشتغل ادري شو جبت لكم زعيم خل قبل اختم جبت لكم زعيم وزعيم وزعيم والقياده والسياده ولا لا 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 والنهار كله فيديوهات بالفيسبوك وما ادري وين زعيم لديه انجاز على الارض اي وانجاز ولديه انجاز حقق ثاني قائمه على المستوى الوطني يا اخوي اسمح لي بعد التيار الصدر تمام خلاص هي هاي انجازات اللي يروح يوقع شركه بها ايهود باراك هاي هو هاي انجازات هاي ماني اذا دافع هي هاي الانجازات ردها ردها كل الشركات الاستثماريه النفطيه بالعراق وغيرها ماكو تحكي شو معرف شو معرفك منو بيه بس راجع قانون العقوبات الماده عيسى العزاوي شكرا الشيخ حيدر اللامي في امان الله مشاهدينا الكرام واشكر ايضا الشيخ ضاري الدليمي ما حقيقه ما حصلنا مستانس على كلامنا